اهلا بكم. بلا شك ان الاهمال بيضر جدا صاحب هذا الاهمال، صاحب هذا الاهمال وصاحب هذه التصرفات اللامبالية في عالم مهم جدا وهو عالم الاسنان، بيدفع ثمنها الانسان دوت غالي جدا، وبعدين دلوقتي بيدفع الثمن مبكرا، يعني كان زمان يقول لك لما تهمل في اسنانك انت هتدفع الثمن لما تكبر، لكن لا دلوقتي انت بقيت تدفع الثمن مبكرا جدا، هتدفع الثمن دوت سهر، هتدفع الثمن دوت الم، هتدفع الثمن ده مشكلات كتيرة بعد كده هتأثر عليك في سن العشرينات أو ما قبل ذلك. علشان كده هنوضح الفرق ما بين مريض بيكون عنده سوسة ودكتور ماهر أو شاطر بيتعامل مع هذه السوسة. إهمال يؤدي إلى كسور أو شروخ في هذه السنة، ودكتور شاطر بيتعامل مع هذه المشكلة ويحاول يعوض فقدان هذه السنة. إهمال يؤدي اهمالك من شربك للشاي او القهوه او التدخين او السجاير حتى، واسنانك اللي بقت شبه الوان الطيف، وما بين دكتور بيحاول يعوض الجزء التجميلي للسنه. طبعا النهارده حوار شيق جدا وممتع، ان شاء الله هنناقش مع دكتورتنا الجميله دكتوره فاطمه سامي ابراهيم اخصائي التركيبات الثابته وزميل الكليه الملكيه للجراحين بايرلاند. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. حضرتك منوره الدنيا، وان شاء الله النهارده هنستمتع بحلقه جدا مميزه، وان شاء الله تكون موفقه بباقي الحلقات، ولينا مزيد جدا ان شاء الله من اللقاءات هتكون مهمه وتستمتعوا جدا بملف الاسنان. انتبهوا للحلقه من فضلكم. احنا النهارده يعني هنتكلم مبدئيا كده، احنا عايزين نمسك من المشكلات البسيطه مرورا بالاثقل فالاثقل، وعايزين نوصل للمشاهد بان احنا نبسط عليه الامور، وان ملف الاسنان ده ملف مهم جدا، ومع التطورات ومع الوسائل الجديده اللي هي ظهرت، فاحنا بنحاول ان احنا نعرفكم كل حاجه عن الملف دوت. فان شاء الله هنناقش كل القضايا، عايزين كمان ان انتوا تشاركوا الحلقه بتاعتنا او تتواصلوا مع البرنامج من خلال الارقام اللي ظاهره امامكم على الشاشه، وكمان لو حابين تتواصلوا مع الدكتور من خلال الارقام اللي بتظهر امامكم بين الفتره والفتره. طب يا دكتور، اكتر حاجه وطبعا مزعجه اللي هي بتنفر الناس رائحه الفم الغير مستحبه. اكيد طبعا. تمام. طبعا احنا عايزين نعرف امتى اعرف انا كشخص ان انا عندي رائحه فم غير مستحبه، والعلاج بيتم فيها ازاي؟ اكيد الواحد لما بيكون عنده ريحه فم مش مناسبه هو بيحس بكده، يعني ريحه بقه بتبقى مش حلوه اول ما يصحى من النوم وكده. دي سببها بتكون يا انا عندي جير مثلا ما نظفتوش من زمان قوي، يا عندي جيوب في الاسنان، يا عندي تسوسات عامله خراج، عامل ريحه مش كويسه. كل دي اسباب. بنعالجها ازاي؟ طبعا ان احنا بنبقى لازم نزور الدكتور كل 6 شهور على الاقل، نعمل جلسه تنظيف جير، دي بتبقى مهمه جدا معانا. نعم. لانها بتحافظ على اللثه وبتحافظ على الاسنان وبتخلي اسناننا في صحه ممتازه يعني. نعم. طب يا دكتور، احنا عايزين نقول ان ممكن رائحه الفم الكريهه دي ممكن تكون ناتجه عن تسوس؟ اه طبعا. تمام. طب مين هم الاشخاص المعرضين للاصابه بالتسوس؟ مفيش حد مش معرض لتسوس الاسنان، كلنا بنستخدم بقنا للاكل يوميا وكتير جدا، فهو البق بيبقى مكان معرض لوجود بكتيريا يعني، فكل الناس معرضين لاصابه التسوس. تعريف السوسه تحديدا. السوسه يعني هو يقول انا عندي تسوس، طب يعني ايه تسوس؟ يعني فقدان جزء من الاسنان، يعني عباره عن بكتيريا بتاكل في طبقات الاسنان بتحولها لحاجه ضاره اللي بتخليك تحس بالم. بس في حد معرض للتسوس اكتر من التاني. اللي معرض للتسوس ده مين؟ اللي هو ما بيغسلش اسنانه، ما بينظفهاش، ما بيروحش يعمل جلسه تنظيف جير، ما بيستخدمش مضمضه. ففي حد بيبقى معرض للتسوس اكتر من التاني، بس كلنا معرضين. اي شخص عادي سواء طفل كبير بالغ كبير في السن، اي حد كلنا بناكل اكيد، يعني هو السبب الاساسي هو الاكل ده على كده بالظبط. كل الدنيا بسبب الاكل اصلا، احنا بناكل بطريقه كمان يعني في اوقات غلط، وممكن بالليل حتى بعد تنظيف الاسنان ممكن فجاه الصبح ننظف الاسنان وبعد كده مساء وبعد كده نقوم واكلين ونهمل بعد كده تنظيف الاسنان. خصوصا ان احنا ممكن ناكل وننام، دي اكتر حاجه بتعمل تسوس في الاسنان، يعني المفروض اخر حاجه بنبقى عاملينها في يومنا قبل ما ننام على طول ان احنا نبقى غاسلين سنان. تمام يا دكتور. طب في اعراض يعني معينه بنحس بيها او بنشعر بيها ان انا فعلا مصاب بتسوس، ولا لازم الجا للطبيب عشان هو يقدر يحدد دوت؟ على حسب التسوس في اي مرحله. ساعات الناس بتفضل تهمل في اسنانها لغايه ما التسوس يبقى بالم جدا، يعني بيبقى خلاص وصل للعصب فبيبقى في خراج مثلا، ده بيبقى الم مزعج قوي، فالعيان بيبقى عارف ان هو خلاص انا دلوقتي اسناني مسوسه. بس لو حد بيروح يعمل زيارات دوريه يعمل تشيك اب مثلا عند دكتور سنان كل فتره، فده بيعرفه في تسوس، الدكتور
بيقدر يعرفه بيبقى لسه ما بانش للمريض. نعم. كمان الاسنان بتبقى 5 اسطح معرضين في البق، ففي سطح بيبقى السنتين لازقين فيه في بعض، السطح ده مش سهل ابدا ان المريض يعرف ان سنته بدات تسوس من الجزء ده، يعني ده الدكتور هو اللي يعرف يقدر يشخصه. يحدده. يعني كمان مش بيبقى باين في الشكل، يعني لا هو مش مش دايما، بيشعر بيه. يعني في المراحل الاولى خالص من التسوس لا، ما ممكن ما يكونش باين لاي حد مش طبيب يعني. تمام يا دكتور. طيب العلاج بقى بيتم ازاي مع التسوس؟ في علاج معين ولا ليا طرق مختلفة حسب مرحلة التسوس؟ اه بالظبط، على حسب مرحلة التسوس وعلى حسب مكانه. يعني مثلا عندنا تسوس في الأسنان الأمامية أكيد لازم حشو تجميلي، ما ينفعش أعمل حشو مش نفس لون السنة مثلا. وعلى حسب درجة تقدم التسوس، هل هو وصل للعصب ولا لا، هل هو نعم. سطحي ولا لا، هل السنة متدمر منها أجزاء كبيرة فأنا هحتاج أعمل كراون أو طربوش ولا لا مش محتاج ده. فهي بتختلف طبعا من حد لحد. تمام. طبعا التسوس وارتباطه باللثه ليهم علاقه ببعض، اه يعني طبعا، مثلا لما يكون في تسوس اللثه تتاثر. اه ممكن جدا، وممكن اصلا الجير اللي هو بيعمل لي التهاب في اللثه فبالتالي بيؤدي الى انحسار اللثه، يعني بينزل مستواها لتحت، ده بيعمل لي تسوس في الاسنان. طبعا نقف بقى عند الكلمه دي، انحسار لثه. يعني ايه انحسار لثه؟ يعني مستوى اللثه بينزل لتحت، بالنسبه للفك العلوي السنه اللثه مستوى بيبدا يطلع لفوق، وبالنسبه تمام. للفك السفلي اللثه مستوى بيبدا ينزل لتحت، فبيبدا جزء من السنه يبان، هو مش المفروض اصلا يبقى معرض للبق، يعني بيبدا الجدر يبان، تمام فالسنان تبقى حساسه جدا. تمام يعني ده بيظهر بقى في مرحلة متأخرة من التسوس ولا بتبقى على طول عرضة معانا مع بتبقى التسوس؟ في مرحله متاخره من التهاب اللثه. التهاب اه اللثة. تمام يا دكتور. طب هنا بقى نقدر نقول ان ازاي اعرف ان انا عندي مشكلة في اللثة؟ يعني انا خلاص انا كده ببص في المراية فشايف اللثة بتاعتي، لا انا عندي مشكلة ولازم ارجع للطبيب. اعراض التهاب اللثه ليها حاجات كتير قوي، في حاجات منها بتبين وحاجات لا. مثلا لو انا بغسل سناني الصبح لقيتها بتجيب دم، ده معناه ان اللثه بتاعتي ملتهبه. باكل حاجه زي التفاحه مثلا فلقيت دم، ده معناه ان انا عندي التهاب لثه. لون اللثه احمر، حسيت بورم في اللثه، حسيت بالم، كل دي اعراض لثه. ريحه، رائحه كريهه زي ما قلنا من شويه، تمام ده التهاب في اللثه. تمام طب نزيف اللثه بقى يا دكتور مرتبط بتنظيف الجير او مرتبط بعلاقته بالجير؟ اه طبعا، يعني هو طالما انا عندي جير يبقى فيه نزيف لثه. اه بالظبط، لو انا عندي جير والجير ده ما نضفتوش بقالي كتير يبدأ يعمل لي نزيف في اللثه. طيب اه نشوف كده صوره الجير معانا. طيب طيب يا دكتور، واحنا بقى الجير دوت اصلا بيتكون من ايه؟ قبل ما الصوره تجهز معانا كده. بقايا لعاب وبكتيريا وبقايا اكل، فالحاجات دي كلها لما بتتجمع في وقت وما بيكونش فيه غسيل سنان، ما بيكونش فيه مضمضة، ما بيكونش فيه الفلوسنج اللي هو خيط الأسنان بعد الأكل، ده بيعمل لي جير. تمام. طيب تمام يا دكتور، معانا كده صورة لحالة تنظيف الجير قبل وبعد. تمام. تمام. هو دوت يا دكتور بيبقى اصفرار في الأسنان ولا بيبقى ايه بالظبط؟ بيبقى عبارة عن، بصي، البقايا الأكل والبكتيريا واللعاب تمام في خلال 48 ساعة بيتحولوا لحاجة صلبة، فدي تمام بتحتاج ان احنا نشيلها، نعم زائد بقى اللي احنا بنشرب شاي وقهوة والكلام ده فبيعمل صبغات، صباغ. فبتبقى ده وده زي ما باين في الصورة. دي كانت صبغات كتير قوي وجير اتشال، وده قبل وبعد. طبعا ده فرق شاسع جدا بين الصورتين. طب يا دكتور لو انا اهملت بقى تنظيف الجير وسبت سناني على هذا الوضع، ايه اللي بقى ممكن يتم بعد كده؟ يبدأ يحصل لي مشاكل في اللثة، واللثة مستواها يبدأ ينزل اللي هو انحسار اللثة اللي لسه متكلمين عنه، وبالتالي مستوى العظم ساعات كمان بينزل والسنان تبدأ تتحرك. فلا الجير مشكلة كبيرة جدا يعني. مشكلة مستعجلة. طيب تمام معاك يا دكتور. طب احنا عايزين نقول يعني ان انا بعد ما عرفت كل الحاجات اللي هي بتتعرض ليها اللثه ديت، ازاي بقى نحمي نفسي من ان انا اللثه بتاعتي ما يتعرضش ليها التهاب او ان هي تكون لثه مريضه، وان انا تمام لثه ورديه بشكل جيد، ازاي احافظ على دوت او اعمل ايه في الخطوات؟ اغسل سناني من مرتين لثلاثه في اليوم، استخدم مضمضه مرتين تمام. في اليوم بعد ما اغسل سناني بنص ساعه، وخيط الاسنان الدنتال فلوس ده بيبقى مهم جدا بعد الاكل، تمام يا دكتور. وزياره طيب الدكتور طبعا زيارة الدكتور كل 6 شهور على أساسي الاقل. عشان احنا عندنا بيبقى جير. عندهم مخاوف جدا من طبيب الأسنان رغم التطور الفظيع اللي حصل في السنين اللي فاتت، لا يعني ننتبه لزيارة طبيب الأسنان كل فترة بمعدل قد إيه يا دكتور؟ كل 6 شهور على الأقل نعمل جلسة تنظيف جير. أساسي دي، أنا مش بالظبط، شرط إن أنا أي أنتظر حد. إن يكون عندي مثلا جير أو ظاهر عليا علامات، لا تبقى دورية معايا لا مستمرة. لا دي مهمة جدا. اه طيب تمام يا دكتور. طيب احنا بقى ايه، يعني هنحاول ان احنا نتقمص شوية ادوار.
وشويه مرضى اسنان، ويا رب اسناني ما توجعنيش. لا ان شاء الله مش هتوجعك. فانا شويه كده هنقول شويه حالات وان شاء الله نوصل معاه لحلول، واكيد الحاجات اللي احنا هنقولها النهارده هيستفاد بيها المشاهد. وبنذكركم بارقام التليفونات للتواصل معانا في البرنامج، لو حد عنده اي سؤال تقدر الدكتور انها تجاوب عليه باستمرار. طيب اول حاله بتقول لك انا فقدت 4 اسنان، تمام، فوق وتحت. وانت عارفه يا دكتور طبعا الحياه صعبه وزراعه الاسنان مكلفه، انا اول ما بفقد اسنان هزرع سنه مكانها، فمش كل الناس انها تقدر على زراعه الاسنان. ايه الحل المناسب هنا في الحاله دي؟ ما اقدرش اقول لك حل مناسب واحد، يعني احنا لازم نبقى شايفين الحاله برضو، هل الحاله دي عندها عظم اصلا يستحمل ان احنا نعمل زراعات ولا لا، هل هتبقى عايزين نتجه للتركيبات الثابته ولا التركيبات المتحركه. نعم. عمر المريض بيفرق، جنس المريض سواء بنت او ولد بيفرق، التركيبه دي هتكون اماميه ولا في الضروس اللي ورا، الـ4 اسنان اللي هي فاقداهم دول فين، كل ده بيفرق. فلازم الحاله تبقى يعني هي بتفرق من حاله للتانيه. طيب معانا اتصال تليفوني، احمد اتفضل. اهلا وسهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا استاذ احمد. اهلا وسهلا مع حضرتك، اتفضل. بقول لحضرتك بالنسبه، اهلا بيكم الاول، يعني بدايه البرنامج ما شاء الله الدكتوره يعني موفقه ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا لحضرتك جدا. فانا عايز اسال ان شاء الله بامر الله على حاجه معينه. اتفضل. عندي ضروس حضرتك تعباني جدا، يعني بعد ما عملت التركيبات حصل نوع من الالم فيها، حاسس ان هي مش عارف هي بتتعب اللثه، يتعبني بيحصل زي كانه بروز من الداخل، هل هي تتغير ولا تعمل فيها ايه؟ طيب الدكتور تسألك عن ده حضرتك سؤال ليه؟ ايه معلش ممكن توضح لي يعني ايه بروز من الداخل؟ يعني حاسس ان كان في حاجه عاليه بتضغط عليها حضرتك؟ لا كان في الاول مظبوطه، وبعد كده حصل نوع من التاكل في سنه معينه، تاكل في يعني الجزء الاولاني من التركيبه. يعني هي تركيبه متحركه ولا تركيبه ثابته؟ لا ثابته حضرتك. تمام، هي تركيبه ثابته، يعني انت حاسس ان هي في الم تحتها؟ بيحصل احيانا ويحصل نوع من الالتهاب، لدرجه بيحصل نوع من الالم بيأثر حتى زي ما يكون يعني مع احترامي اللوز كمان يعني. تمام، حضرتك طب بتتصرف ازاي في الوضع دوت؟ بتروح لدكتور؟ طبعا بتابع ولا بتسكت على الموقف؟ بيديني مضمضه وبيديني حاجات وبيقول لي خد مضاد حيوي، وبعد كده بلاقي يعني بفتره معينه وبعدين يرجع تاني. طب يا دكتور عندك سؤال ليه؟ لا لا تمام. طيب تمام، الدكتور هترد على حضرتك، شكرا جدا لاتصالك. بنحتاج بس نعمل اشعه على التركيبه دي، نشوف هل علاج العصب المعمول تحت هل معمول لها اصلا علاج عصب تحت التركيبه دي ولا لا. يعني هي ممكن يكون اصلا في مشكله محتاجه علاج جذور يا دكتور؟ بالظبط، ممكن يكون مش معمول علاج جذور وهي محتاجه علاج جذور، ممكن يكون علاج الجذور المعمول مش مظبوط فهو ابتدى يعمل يعني مثلا خراج او جيب مثلا تحت التركيبه، فبنبقى محتاجين نعمل اشعه عشان نتاكد من الكلام ده. ممكن يكون حصل تسوس تحت التركيبه اصلا، فكل ده هتبينه الاشعه. نعمل اشعه ونشوف الخطوات اللي هو يعملها. استاذ احمد الجا ان انت ترجع تعمل اشعه على الضرس اللي هو على المشكله ولا المنطقه كلها، الجزء اللي هو عامل فيه التركيبه، على حسب هي على سنه واحده ولا على كذا سنه، على حسب هو عاملها على كام سنه. بالنسبه لجزء التاكل برضو بنبقى محتاجين نشوف التركيبه نفسها، هل هي معموله مثلا من ماتيريال مش كويسه فمحتاجه نعمل ماتيريال جديده ولا ايه المشكله اللي فيها. طيب تمام يا دكتور. طيب الحاله بقى الثانيه، ماشي، انا مش عارفه بقى نتكلم بأني لهجه، ممكن نخليها مثلا من الصعيد. اتكلم اللي انت عايزاه. انا بعاني من تقدم السنتين الاماميين، وباقي الاسنان يعني نفس الكلام وكانهم راكبين في بعض، يعني الاسنان كلها مش متساويه، طبعا حضرتك فاهمه يعني ملخفينه كده في بعض. العلاج هنا ايه لو عندي وقت، ولو انا راجل اعمال وما عنديش وقت؟ في ناس كتير قوي بتبقى مستعجله، وفي ناس لا يعني اريحيه في الموضوع، انا معايا وقت ومعيش وقت، ايه الحل هنا وايه الحل هنا؟ بنحتاج نعرف ايه سبب تقدم الاسنان دي، يعني مثلا هل السنه بس هي اللي طالعه لقدام فبنحتاج نرجعها لورا، ده بنعالجه بالتقويم لو احنا عندنا وقت. هل المشكله في عظم الفك نفسه، ساعتها بنبقى محتاجين نعمل جراحه معينه قبل ما نعمل التقويم. ولا عندي مشكله في لخبطه السنين زي ما بتقولي وعايزه حل سريع، ساعتها بنحتاج ممكن نعمل تركيبه السناب اون دي، الهوليوود سمايل المتحركه، ناس كتير قوي بتلجأ لها دلوقتي. نعم. فهو على حسب، يعني لازم يبقى، بصي ما فيش حاله شبه الثانيه، فاحنا على حسب كل حاله بنقدم العلاج يعني المناسب. يعني مناقشه المريض مع حضرتك وبعد كده انت بتشوفي الحاله، ما نقدرش ان احنا نقول حتى كده من مثلا مكالمه تليفون. لا طبعا، لازم لا طبعا كشف طبي دوري مع طبيب الاسنان.
مفيش حاله شبه التانية خالص يعني. انا كنت عندي فكره خطا في الموضوع ده، ان ربما حالات مشاكل اسنان هو تسوس، الناس كتير قوي عندها تسوس، علاج عصب مثلا ناس كتير عندها علاج جذور، او حالات متشابهه في كده. في حالات بتتشابه بس لا يعني في الاكتر طبعا مفيش حاله شبه التانية. تمام يا دكتور. طيب حد بقى يعني فرحه بعد اسبوعين وعارفه انت احنا قلنا لو احنا عندنا وقت هنعمل ايه، ولو ما عندناش وقت هنعمل ايه؟ عندنا وقت هنعمل تقويم، ما عندناش هنعمل سناب اون مثلا. تمام يا دكتور. طيب فرحي بعد اسبوعين وعايز ابتسامه هوليود، هل الوقت كافي؟ اسبوعين انت عارفه طيب. حد عايز ابتسامته جميله منوره يوم الفرح خلال اسبوعين. احنا عايزين دلوقتي نعرف ان هوليود سمايل ده اكسبريشن مثلا الناس كلها بتقوله، بس هو مش حاجه طبيه. يعني ايه هوليود سمايل؟ يعني احنا اسناننا في الاخر تبقى مظبوطه بنسبه كبيره جدا. فده على حسب ايه اللي مش مخلي اسناننا مظبوطه. مثلا في حد بيبقى مشكلته في ان هو اسنانه صفرة او غامقه شويه، فساعتها الحل هيبقى ان هو محتاج جلسه تبييض، دي في جلسه واحده يعني مش محتاجه اسبوعين اصلا. فالموضوع بيبقى بسيط جدا. هل مشكلته ان هو عنده فراغات بسيطه بين سنانه وعايز ما تبقاش موجوده في الفرح او المناسبه السعيده بالنسبه له، فبنبقى عندنا كذا اوبشن، يا اما بنعمل السناب اون المتحركه او بنعمل حشوات تجميليه بتسد الفراغات دي، ده في جلسه واحده برضو. فالاختيارات كتير قوي، هو المريض اللي بيختار برضو يعني، او المريض والدكتور المفروض بيختاروا مع بعض. هو بيبقى في مناقشه، حضرتك بتعرضي عليه مثلا الاقتراحات بالظبط وهو بيختار الانسب ليه. طب افرض اختار اختيار غير مناسب؟ لا ما هو انا هخليه يختار بين المناسب ليه يعني، ما طبعا ما بنعرضش كل الحلول، كل لان الحلول. في ممكن يبقى في حلول مش مناسبه ليه، بعرض له بقول له ده مناسب وده مناسب، وايه ميزه ده وايه ميزه ده، وعيب ده وعيب ده، وهو بيختار في الاخر. انا عارفه ان ملف تجميل الاسنان دوت يعني يعتبر عايز حلقه لوحده، فيه حاجات طبعاً كتيره جدا وحاجات ظهرت كتيره واقاويل كتيره. يعني انا كنت فاهمه هوليود سمايل مثلا هي حاجه بنركبها خلاص تبقى كده الابتسامه بتاعتنا جميله. لا 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 طبعا. لكن انا طبعا من كلامي مع حضرتك اكتشفت ان لازم تكون الابتسامه حلوه ايا كان ايه هو طريقه العلاج. بالظبط. المهم ان احنا نوصل في الاخر ان اسناني مرصوصه صح، لونها كويس وبسطاني، لان اصلا الابتسامه دي بتساعدك على ثقه في نفسك، يعني موضوع مهم جدا يعني. تمام. وثقه بنفس والكلام وكل حاجه بالزبط. يعني هي اصلا بقت خلاص حياه النجوم، وكل الناس بقت عايزه تبقى نجوم دلوقتي. طيب يا دكتور، مريض سكر يعني جالك مريض سكر كده ونصحوه بتركيبه ثابته، وممكن تكون شبه الحاله اللي هي كلمتنا وبعد كده وركبها وبعد كده بتألمه، وارد ان يحصل الم بعد التركيبة الثابتة زي ما قلت لحضرتك الأسباب؟ طبعا وارد جدا، وارد جدا يحصل ألم بعد أي علاج لأي حد، مش شرط مريض سكر بس. تمام. يعني هي الأسنان الطبيعية بتسوس أصلا، فممكن أنا أبقى عامل علاج معين بس أنا مش بهتم بسناني، ما بنضفهاش، خلاص عملت العلاج وخلاص كده فاكر إن المشكلة اتحلت. تمام. هي مشكلة اتحلت بس إحنا محتاجين ناخد بالنا من سناننا، يعني لازم نواظب على التنظيف وعلى المضمضة وعلى غسيل السنان وعلى متابعة الدكتور، يعني لازم بعد حتى بعد العلاج. طبعا بعد العلاج برضو لازم ما تقطعش علاقتك بالطبيب، يعني هو خلاص انا صلحت اسناني وارتحت من الالم فخلاص ما اروحش تاني، اعمل تشيك اب بسيط كده اعرف الحاجه تمام، عشان طبعا لو عندنا بدايه تسوس ان انا الحقه احسن بكتير قوي ما استنى ما يوصل الالم. نعم يا دكتور. احنا نقول في الحاله دي ان مريض السكر بس هو اكثر عرضه، هو طبعا اكثر من عرضه من الشخص العادي بالظبط. تمام يا دكتور. وممكن توصل الحالات ان هو ساعات بيفقد اسنانه بدري طبعا بعدم الاهتمام او عدم المتابعه الدوريه، علشان هو بيبقى اكتر عرضه لالتهاب اللثه وان منسوب العظم يبدا ينزل فاسنانه بتبقى بتتحرك. فلا مريض السكر المفروض بيعتني باسنانه اكتر من اي حد عادي. وانا فعلا انا شفت حالات قدامي ناس كتير جدا صغيره في السن وعن مريضه سكر، وطبعا انا واثقه تماما ان فقدان الاسنان نتيجه ان هم كانوا بيهملوا زياره طبيب الاسنان بالظبط، وتلاقيهم مثلا في سن ال40 او اقل من كده ومفقد اسنان كتير وساكت على نفسه وانه ما بيحاولش ان هو يحاول خلاص، زي كان حاله ياس او ان انا خلاص ما هروح طبيب الاسنان هيعمل ايه، انا سني صغير واسناني فقدتها. فلا ارجع، في حلول كتيره جدا وان احنا نقدر نعالج اي مشكله، خصوصا ان انت كمان مرتبط بمرض خطير زي مرض السكر، فتابع اول باول. طيب مريض بيعاني يا دكتور من صغر الاسنان، اسنانه صغيره، طبعا ظهور اللثه اسنان الابتسامه بتبقى باينه جدا ان الاسنان صغيره فمش واضحه، اللثه هي الاكتر، ايه الحل هنا؟ لازم نشوف السبب اللي ورا ده ايه. ساعات بيكون مثلا حد اصلا شفايفه حتى وهو قاعد كده مش قافله على بعض، عنده مشكله ان شفايفه اللي فوق مثلا صغيره جدا. نعم. فساعتها بنعالجها بالبوتوكس مثلا عشان شفايفه ترجع تبقى كبيره شويه او تقفل على بعض. لو المشكله عندي مش في شفايفي يعني وانا قاعده كده الاثنين لامسين بعض، فساعتها بيبقى لا ما مش مشكلتي في كده، فبنعالجها بقص اللثه،
دي نعم. حاجة بنعملها في جلسة واحدة، بتبقى أصلاً اللثة يعني مغطية جزء كبير من السنة اللي المفروض تبقى باينة، فاحنا نعم. بنشيل جزء منها، فبالتالي حجم السنين اللي باين بيبقى أطول، فضحكتي لما أضحك ما تبقاش مبينة اللثة قوي، ما بيبقاش فيه ابتسامة لثوية، لا نعم. بتبقى ابتسامة جميلة جداً. طب هو أصلاً اللثة ده مؤلم يا دكتور؟ لا لا خالص، يعني كأن اللثة وبقصها فعلاً ولا؟ بشيل جزء بسيط منها قوي، وكده عن كده طريق بيكون في القص بنج. بنفس ال لا لا مش قص طبعا، بادوات معينه يعني، فالموضوع بيبقى بسيط جدا وفي جلسه واحده، وناس كتير قوي بقت بتعمله اليومين دول. ف ايوه يعني في كتير جدا بيعاني من موضوع اللثه، وبيبقى حتى كمان في ابتسامته بيبقى بيداري بقدر الامكان الابتسامه عشان الجزء الكبير او ما من اللثه. يضحكش او كده، فلا لا الموضوع بسيط الموضوع جدا. بسيط جدا وان هو محلول ويقدر ان هو يتحل. وان كمان يا دكتور قلتي حضرتك البوتوكس للشفايف الصغيره، هو البوتوكس دي عباره عن ايه؟ حقنه بتنيه بتكبر الشفايف لفتره معينه ولا هي حل ايه؟ لفتره معينه، وساعات بتحتاجي ان انت تكرريها تاني يعني، نعم بس هو ده بيبقى حل من حلول لو انا اصلا شفايفي قصيره يعني، نعم المشكله مش في الاسنان نفسها. نعم يا دكتور. طب والحقنة البوتوكس بتبقى متاحة عند طبيبة الأسنان ولا بتلجأ لطبيب متاحه تاني؟ عند اطباء اسنان كتير قوي، وممكن اطباء تانيين يعني بشريين يعني. نعم يا دكتور. طيب حد بقى بيقول لك ايه، انا عندي صديد في اسناني. انا بحاول بقى نخليه من الصعيد دوت اولي عشان احنا عمالين نمثل حالات كلهم من القاهرة، ما ينفعش. وكنت باخد مسكنات والموضوع دلوقتي وصل ان عظم اسناني بيوجعني. تمام، ايه هو الخراج يا دكتور وبيجي منين؟ والحل هنا بقى بيكون الخلع ولا ايه بقى ما هو بالظبط؟ ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، في ناس بتصبر على اسنانها لغايه ما الموضوع يبقى وصل فعلا لحاله صعبه جدا يعني، نعم الخراج اللي ما بيتعالجش في الاول خالص اللي هو بيكون سبب ان البكتيريا وصلت للعصب، بيبدا لو احنا طنشناه يوصل للعظم كمان، ممكن يعمل تكيسات في العظم، وممكن يؤدي تكيسات اصلا يعني يا دكتور؟ كيس في العظم. الخراج ده بيبدا ياكل في العظم اللي تحت الضرس، فالضرس اصلا ممكن يكون بيتحرك، ممكن يفقده نتيجه الكلام ده كله. فلا ما نستناش لكده، لازم طبعا اول ما نحس بألم نروح للدكتور، وقبلها كمان يعني المفروض حتى اروح اعمل تشيك ابس، لو ما عملتش فبالتالي فاول ما احس بألم اروح للدكتور افضل بكتير قوي لما استنى بقى على الألم ده، يعني المشاكل تزداد طبعا ويبقى لانه مش كتير. هيتحل لوحده. طيب ولما بيجي بقى الخراج بيبقى ليه حل ولا ليه حلول الخلع كتير طبعا. الخلع لا لا مش الحل؟ الخلع يعني، لو هو في اول ما جه بننظف العصب كويس جدا وبنعمل له حشو عصب، هو وبالتالي الخراج معلش بيبدأ مقاطعة يمشي يا يعني. دكتور، هو الصديد ده اللي هو الصديد اللي هو ممكن يكون بيحصل في أي حاجة في جسمنا نفسه بالظبط بالظبط بالظبط، نفس بيكون مثلا؟ تحت الضرس، نعم يا دكتور اتفضلي كملي كلامك. فده بيبقى محتاج بقى علاج عصب وتنظيف بطريقة معينة علشان البكتيريا دي تمشي، وبالتالي الصديد يبدأ يروح. نعم يا دكتور. طيب انا احنا قلنا اخر حل اللي هو الخلع، ان احنا بنحافظ على الضرس بقدر الامكان، وان كان زمان اسهل حاجه اخلع على طول، لكن دلوقتي لا، احنا عايزين بقدر الامكان ان احنا نكون محافظين على اسناننا ونكون محافظين على ضروسنا انها تكون الاصليه، عشان هم دول اهم حاجه طبعا، مهما عمرهم ما بيتعوضوا طبعا. عمرهم ما بيتعوضوا، حتى لو احنا موجود تكنولوجيا الدنيا والاخره، فبرضه الاسنان او الضروس الاصليه لا غنى عنها. امتى الجا فعلا للخلع؟ خلاص انا ما قداميش اختيار تاني غير ان انا اخلع الضرس او اخلع السنه دي. في حالات معينه بنبقى مضطرين للخلع، مثلا لو عندنا ضرس عقل مدفون وابتدى ياثر على الضرس اللي قبله، ابتدى نعم. ياكل في الجدر بتاعه مثلا بسبب ان هو طالع مايل، او ضرس عقل مدفون عامل لي الم على طول، فساعتها بضطر للخلع. لو حد مثلا صبر على اسنانه جدا جدا لغايه ما مش بتبقي جزء منها ظاهر في البق اصلا يعني، اتبقى جدر بس، فساعتها بنبقى مضطرين للخلع طبعا، لو الجدر ده عامل لي مشكله. بس عامة الناس ابتدت الحمد لله مؤخرا ما يلجأوش لحل الخلع يعني، نعم. الواحد فعلا بقى عنده ثقافة وعلم تخليه لا انا احافظ على سناني، فدي حاجة كويسة جدا يعني. طيب تمام، ناخد فاصل. طيب ناخد فاصل كده ونرجع تاني مع دكتور فاطمة.
رجعنا لكم بعد الفاصل تاني ومستكملين حوارنا مع دكتور فاطمة سامي إبراهيم، أخصائي التركيبات الثابتة وزميل الكلية الملكية للجراحين بأيرلندا. وبنذكركم دايما بأرقام التواصل مع دكتور فاطمة، ظهر أمامكم على الشاشة باستمرار، وكمان أرقام التواصل مع البرنامج. الحوار جميل جدا، وملف الأسنان أصلا يعني الواحد بيبقى مستمتع وهو بيتكلم معاه، وكلام حضرتك مميز جدا، وإن شاء الله تكون حلقة موفقة بإذن الله. طيب يا دكتور، هنكمل الحالات الجميلة اللي احنا بنشرحها، وربما ناس كتير قوي من المشاهدين هيكونوا اتعرضوا لحاجات ويقدروا يستفادوا منها. واحدة بقى ركبت فينيرز ماشي، ودلوقتي بحس بألم ومرحش لدكتور من ساعة ما ركبته. ايه الحل بقى هنا، او ايه هي مشكلتها اللي حصلت؟ مشكلتها ممكن تكون بقى الأسنان بدأت تسوس من تحتها. هي طبعا قبل دوت نقول الفينيرز دوت هو ايه؟ عبارة عن عدسات زي اللانسز اللي احنا بنحطها في عينينا دي بالظبط، حاجة رفيعة جدا كده بتتلزق على سطح السنة بعد تحضير معين. نتيجة مثلا انا بيبقى عندي مشكلة ما في سناني، لونها غامق مثلا، فيها عيب معين، فالفينيرز بتبقى كويسة في الحالات دي. طيب معانا اتصال تليفوني. ندى من القاهرة، اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك، اتفضلي. ازي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله. اهلا وسهلا بيكي، معاك الدكتور، اتفضلي. ازيك يا دكتوره، عامله ايه؟ الحمد لله تمام، اتفضلي. ايه دكتوره، بس انا بسال حضرتك، هو انا بقالي شهرين كده يعني انا برضع، وكتير قوي بحس بالم في اسناني كتير قوي، مش عارفه ده ممكن يكون من الرضاعه ولا ممكن يكون من ايه بالظبط. اخر مره عملتي تنظيف جير امتى؟ بصراحه ما يعني ولا مره ما جربتش، بس انا دايما باستمرار يعني بغسل اسناني يعني يوم بعد يوم، او ممكن في اليوم مرتين اول ما اصحى وقبل ما انام، فمش عارفه بصراحه يعني ده ممكن يكون من ايه. تمام. طيب تمام، الدكتور هترد عليك. شكرا جدا لاتصالك، بس انت وقعتي في كارثه يعني، مش هنقول هو الف سلامه عليكي اولا واخيرا، بس تنظيف الجير دوت هي عمرها اول حاجه ما عملت تنظيف جير، فده يعمل التهاب في اللثه، ممكن جدا يكون هو السبب اللي عامل لها الالم ده، فهي تبقى محتاجه تعمل جلسه تنظيف جير. نعم. بتغسل سنانها يوم بعد يوم، دي حاجه لا طبعا غلط، يعني المفروض على الاقل من مرتين لثلاثه في اليوم تغسل سنانها. هي صريحه مع حضرتك فبتقول لك مرحله الحمل والرضاعه طبعا كمان بتبقى محتاجه اهتمام زياده شويه، علشان طبعا البيبي بياخد جزء كبير قوي من الكالسيوم بتاع الام، فهي لو عندها نقص كالسيوم فده ممكن يأثر على أسنانها، فهي بتبقى محتاجة تهتم بزيادة. نعم، يعني في نصائح سريعة ممكن حضرتك تقدميها للسيدة اللي بترضع بخصوص أسنانها؟ بترضع أو حامل المفروض يهتموا زيادة، يعني هم من الناس اللي بيبقوا عرضة أكتر للتسوس أو لالتهاب اللثة أو الكلام ده. نعم. فبيبقوا محتاجين على الأقل جلسة التنظيف جير دي. نعم يا دكتور. طيب احنا قلنا اخر نقطه وقفنا فيها اللي هو الفينيرز اللي احنا كنا بنتكلم عليه، هي حست بالم وما راحتش للدكتور من ساعه ما ركبته. وهل وارد ان حد ركب فينيرز يشعر بالم؟ هو وارد اي حاجه انا عاملاها تسوس، يعني السنان الطبيعيه بتسوس، فممكن الفينيرز تبقى بدات سنته تسوس فعامله له الم، ممكن يكون جزء اتكسر منها، فالجزء اللي تحت السنه اللي هو حاصل فيه التحضير بيبقى حساس قوي للهواء للاكل والكلام ده، فيبقى هو اللي عامل لها او عامل له الالم. نعم. وفي بوينت مهمه جدا، ان احنا بعد ما نعمل فينيرز لازم اروح للدكتور على فترات متباعده كده، اعمل تشيك اب على العلاج اللي انا عامله علشان ما افقدوش. اكيد الواحد بعد ما بيعمل فينيرز بيبقى مش عايزهم يبوظوا او ما يبقاش مبسوط بيهم زي الاول، فعلشان ده ما يحصلش بيبقى محتاج يروح يعمل تشيك اب. نعم يا دكتور. طيب هو احنا كده فهمنا الفينيرز وفهمنا ان هي عامله زي عدسات العين بالظبط، حاجه فوق الاسنان. طب هي بتحتاج لازاله كبيره في السنه ولا بتتم ازاي يا دكتور؟ لا خالص، بنشيل جزء بسيط قوي من الطبقه الخارجيه من السنان، وبعد كده بنفس المقدار بتاع الازاله ده بيبقى يعني سمك الفينير، فهو ده اللي بيتلزق، فحتى كمان مش بيبقى طالع قدام زي ما الناس بتبقى خايفه والكلام ده، لا ابدا يعني. نعم يا دكتور. طيب دي بقى جديده بالنسبه لي، او ان انا سمعت يعني ان شابه ظهر ليها سنه في حلق الفم، ده وارد ولا لا؟ او حد فعلا ممكن لما يكبر يا دكتور يطلع له سنه؟ مش شرط يكبر، يعني هو ساعات بيبقى عنده جزء يعني سنه او اكتر يعني مدفونين في الفك. نعم. فده بيحصل غالبا في ضروس العقل، يعني ناس كتير بيبقى عندها مشكله ان ضرس العقل مدفون، وساعات بيحصل في الناب مثلا او في اي سنه تانية، ممكن يبقى الجزء مكان السنه ده فيه فراغ فيبقى طالع مثلا في سقف البق زي ما بتقولي. نعم. فده بيبقى محتاج تقويم يحركه من مكانه عشان يظهر.
وهكذا. يعني ليه علاج؟ ممكن مثلا ما يبقاش الحل مفيش حاجه ملهاش علاج. لا يعني مفيش مهمه مستحيله لا في عالم الاسنان طبعا. يعني قلت ممكن يكون في حاجه كده ما نقدرش نوصل لها الحل. مفيش لا حاجه لا دلوقتي كل حاجه بقى في تقدم كبير قوي في في الاسنان، فما مفيش حاجه ملهاش حل. نعم يا دكتور. طيب مريض بقى جه لحضرتك وقال لك انا بشرب سجاير كتير، طبعا انت عارفه اما المجتمع المصري بتاعنا كتير قوي بيشرب سجاير وبيهمل شكل اسنانه، وهو بيقول لك مش هقدر ابطل السجاير، صريح مع نفسه جدا وبيوضح لك النقطه دي، وعايز شكل اسناني افضل او عايز اسناني بيضه، يعمل ايه؟ على حسب هو محتاج ايه، يعني محتاج يعمل تبييض مثلا، هنعمل تبييض مفيش مشكله. هو مثلا ترك لحضرتك الحل، هل في حلول معينه ولا هو في حل واحد الانسب لحالته بما انه لسه مستمر في شرب السجاير؟ لا لا، كل اي علاج هنعمله هيتاثر بالتدخين، فهو اكتر يعني اكتر حاجه ممكن نعملها ان هو يحافظ على اسنانه، وان هو بغسلها بالمضمضه بتنظيف الجير كل فتره، طالما هو مش قادر يبطل على التدخين يعني يحافظ اكتر، فنتيجه الحاجات التجميليه اللي احنا هنعملها دي تقعد مده اطول. نعم يا دكتور. لان المريض هو اللي بيتحكم في مثلا مده التبييض هتقعد معاه قد ايه، في مريض بيقعد مع التبييض مده كبيره ما مهتم باسنانه، ما بيشربش شاي وقهوه كتير، ما مش مدخن، فالتبييض بيقعد معاه اكتر بكتير من حد تاني مثلا مدخن وبيشرب شاي وقهوه، ما بيغسلش اسنانه وما بيعملش تنظيف جير، فاكيد طبعا عنده كل يعني الوسائل اللي هي تؤثر طبعا. بالظبط. طيب هناخد فاصل ونرجع تاني نكمل حوارنا مع نقطه التبييض، انتبهوا للحلقه. ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام، وما زلنا مستكملين حوارنا مع دكتوره فاطمه، منوره الدنيا يا دكتور، وان شاء الله يا رب نلحق نجاوب على كل الاسئله ديت. عايزين بصي يعني مش هنسيب حضرتك النهارده لما نجاوب على كل الاسئله اللي تخطر في بال المشاهد ان شاء الله، فانتبهوا للحلقه. وبنذكركم بارقام التليفونات ظاهره امامكم على الشاشه، ارقام التليفونات الخاصه بدكتور فاطمه وارقام تليفونات البرنامج. احنا وقفنا يا دكتور عند نقطه التبييض، تمام؟ قلنا للمريض اللي هو بيشرب سجاير كتير وان هو برده المتحكم في ان التبييض يدوم او لا. تمام. التبييض اختيار مناسب ولا مؤقت ولا ايه دنيته بقى بالظبط عشان نفهمه هو بيتم ازاي؟ لا مناسب جدا طبعا، اصلا معظم الناس بتبقى عايزه يعني معظم المشاهير والنجوم والممثلين والمذيعين والكلام ده كله بيبقوا مهتمين جدا باسنانهم الفتره الاخيره دي. نعم. وكلهم بتبقى اسنانهم بتنور يعني طالعه ضحكته حلوه جدا، فمعظم الناس بتبقى عايزه تقلدها، فالتبييض طبعا اوبشن جميل جدا بيعمل ده، متاح يعني، هو حاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها لتجميل الاسنان وبتبقى سهله ومش مؤلمه وفي جلسه واحده، فناس كتير قوي بتتجه للموضوع ده. يعني بيدوم حسب حفاظ المريض عليه ولا هو ممكن يدوم معايا فتره طويله؟ لا هو على حسب حفاظ المريض، يعني التبييض ده المتحكم في المده بتاعته هتقعد قد ايه المريض. اهتم بسنانه هيقعد معاه فتره كبيره، ما اهتمش بسنانه يعني فتره بسيطه جدا وهتلاقيه مش موجود. طيب هو افضل الحلول ولا في حلول افضل منه ولا هو اختيارات ما بين حلول كويسه؟ هي اختيارات طبعا، يعني في لا ما ينفعش مثلا اعمل تبييض لحد مشكلته ان في فراغات بين سنانه، يعني مشكله مش هتتحل. نعم. احنا يعني فهماني على حسب هو عايز يجمل سنانه ازاي، هل سناننا مرصوصه مظبوط جدا وهي اصلا شكلها حلو، فبس عندنا بوينت اللي هي صفراء او غامقه شويه هو عايز يبيضها، ساعتها التبييض هيبقى حل، بس ما حدش يبقى عنده فراغات او سنه مكسوره او هكذا ونعمل تبييض يعني هيبقى مش الحل. طيب يا دكتور في موانع تمنع تبييض الاسنان؟ لا لا مفيش اي حاجه تمنع تبييض الاسنان، ما عدا مثلا لو حد عنده تسوسات في اسنانه، فساعتها ما نيجي نحط الماده اللي بتبيض دي هيبقى فيه حساسيه او وجع، فلا نعالج الاسنان الاول بعد كده نبقى نبص على شكلها او نبقى عايزين نبيضها ازاي. خطوات علاج قبل ما نتم التبييض. بالظبط. ما ينفعش ان مثلا حد عنده مشكله في التسوس فانا محتاج التبييض بسرعه عشان يبقى شكل جميل فانفذ من غير ما اعالج قبل كده. لا يعني هتبقى الموضوع مؤلم ساعتها لو في تسوس في الاسنان واحنا جينا عملنا تبييض على طول، لا هيبقى الموضوع مؤلم. نعم يا دكتور. طيب واحده بقى عملت زراعه اسنان وبتقول بدات احس بالم شديد مكان الزرعه، وارد ان يحصل فعلا الم؟ وايه سبب الالم؟ ومثلا بعد جلسه الزراعه بيكون في الم ولا ده الم طبيعي وامتى احس انه مش عادي؟ على حسب بعد الزرعه على طول، يعني ساعات بيكون الواحد هي الزراعه عمليه، هو موضوع بسيط وبقينا بنعمله في جلسه واحده وكل الكلام ده، بس هي ستيل عمليه، فممكن يكون عندي بس احساس ان انا مش مرتاح او في حاجه مضايقاني في بقي، ده طبيعي جدا بعد الزرعه بعد ما اعملها على طول. نعم. بس هل بعد يعني هي كانت كويسه وابتدت توجعني مثلا بقالها شهرين ثلاثه ولا ايه المشكله؟ لو بعد مده من الزراعه ممكن يكون عندي مشكله،
طارئه، ممكن يكون الزرعه مش ماسكه كويس في العظم، او عندي التهاب في اللثه جامد قوي عامل لي بوكيت اللي هو الجيب، فلا مشاكل كتير قوي ممكن تحصل. نعم يا دكتور. طيب انا عملت حشو عصب عادي تمام، ولكن الطربوش بيسقط طبعا بعد الحشو العصب، في ناس ما بتعملش طربوش، ينفع وبعد كده ولا لازم اساسي الطربوش؟ هو يفضل ان انا اعمل طربوش بعد حشو العصب، لان السنه بتبقى ضعيفه، فبنحتاج حاجه تستحمل البايتنج فورس اللي هي قوه المضغ، وانا باكل وانا بضغط على السنه قوي، بنحتاج حاجه تحمي السنه من كده عشان ما تتكسرش. فيفضل طبعا ان احنا نعمل طربوش بعد حشو العصب. طيب لو الطربوش ده بيسقط، لان هو اصلا مده الطربوش وجوده بتبقى قد ايه؟ لا المفروض ان هو تركيبه ثابته بتقعد كتير جدا، يعني فوق العشر سنين مثلا. نعم. فهو لو بيقع يبقى في مشكله، هل المشكله في تحضير السنه نفسه، ولا هل المشكله ان انا مش بهتم بالتركيبه بتاعتي؟ زي ما قلنا ما بغسلش اسناني، ما بنضفش بين السنين، ما بعملش جلسه تنظيف جير، فعندي التهاب في اللثه فبالتالي بيوقعه، ولا هل مثلا انا ابتدت السنه تحت الطربوش تسوس؟ نعم. لان في ناس كتير قوي بتبقى شايفه ان انا عملت طربوش خلاص السنه عمرها ما تسوس، لا السنان بتسوس من تحت التركيبات اللي احنا بنعملها. حتى لو انت مصلح اسنانك عرضه للتسوس، لان احنا بناكل زي ما حضرتك قلتي. طبعا السنان طبيعيه بتسوس، فهل التركيبه او الحشوه مش هتسوس؟ لا ساعات كتير بتسوس من تحت. نعم يا دكتور. طيب واحده عندها ضب، ايه الحل المناسب في المشكله ديت؟ بنحاول نشوف ايه سببه. بتبقى ساعات فاقده الثقه بالنفس او بتؤثر عليها جدا، فبتبقى عايزه الحل المناسب او الامثل. يعني هل السنان الخارجه لقدام دي او الضب اللي حاصل ده هو نتيجه ان هو السنان بس اللي طالعه لقدام، ولا عظم الفك كمان طالع لقدام؟ ده ليه حل وده ليه حل. نعم. السنان اللي طالعه لقدام بنرجعها بتقويم، هل عظم الفك هيبقى محتاج تدخل جراحي قبل التقويم ولا لا؟ ممكن حد بيبقى وهو صغير مثلا بيعمل اعاده مص الاصبع وهو طفل، فدي بتخلي السنان تبقى طالعه لقدام كده فشكلها بيبقى مش حلو، دي بتتحل بتقويم. نعم. بنرجعها لمكانها الطبيعي فاسنان تبقى مرصوصه صح ومش طالعه لقدام، فهي على حسب سبب المشكله بنعمل الحل على طول. نعم يا دكتور. طيب والحل الثاني؟ ما قلت لحضرتك يعني. نعم. على حسب، هو لو مثلا في بروز في الفك نفسه بنعمل جراحه الاول، نرجع الجزء الزيادة من العظم، بنشيل جزء من العظم بطريقه معينه وبعد كده بنعمل تقويم. نعم يا دكتور. طيب تصميم الابتسامه، واحنا قلنا فيه حاجات كتير قوي حول الكلام دوت، التردد حواليها او كل واحد عايز يكون افضل حاجه. تمام. القرار بيتم ازاي ومحتاج وقت قد ايه؟ على حسب انا عايزه اعمل ايه في ابتسامتي، يعني عايزه اخليها مظبوطه في الاخر. فانا لو عندي فراغات مثلا فقدامي كذا حل، هقفلها بحشو تجميلي ده بيخلص في جلسه واحده، او هحتاج اقفلها بتقويم مثلا، الفراغات كبيره قوي فالحشو التجميلي مش هيخلي السنان حلوه. لو عملت حشو تجميلي هتبقى عريضه قوي، فساعتها هعمل تقويم. فدي هيبقى مده مختلفه تماما، الحشو التجميلي جلسه واحده، التقويم لا بيقعد فتره. فعلى حسب انا محتاجه اعمل ايه، لو مستعجل قوي بعمل تركيبه السناب اون، هي هوليوود سمايل بس متحركه. نعم. في ناس بتبقى فعلا عايزه كده وبس، هي خايفه مثلا ان هي تبرد من سنانها او ان هي تعمل اي حاجه، ومستعجله جدا عندها مناسبه مهمه عايزه تبان شكلها حلو في الصوره، فبنعمل اقدر ان انا اتعامل بالهوليوود سمايل متحركه عادي في حياتي، اكل اشرب كده عادي، ما بناكلش عليها حاجه جامده. نعم. فاهميني؟ فهي بتبقى مناسبه قوي لحد عنده مناسبه، عنده جرادويشن، عنده فرح، عنده مناسبه سعيده، عايز صوره تطلع حلوه. نعم. فبنعمل سناب اون. نعم يا دكتور. طيب نقدر نقول هنا ان تجميل الاسنان او الطبيب اللي بيهمل الاسنان جاني ام بريء؟ الطبيب الايه؟ اللي بيهمل تصميم الاسنان، يعني مثلا دلوقتي انا عملت الابتسامه وكل حاجه بس التصميم مش مناسب لاسناني، في الاخر الشكل طلع غير مرضي من قبل طبيب الاسنان. بس هو دكتور الاسنان المفروض يبقى طبيب بيعالج حاله السنه، يعني نعم. لو في تسوس بيعالجه، بيخلي السنان حالتها طبيا ممتازه، وفي نفس الوقت اللي لازم يبقى عنده حس فني، يعني انا ما ينفعش اعمل حشو تجميل وفي الاخر يبقى هو لونه نفس لون السنه مثلا كخامه ولكن اغمق، يعني كشيد وانا جاي اختار اللون البشرة. اختاره اغمق من السنه اللي جنبه مثلا، او مش لايق عليا، فساعتها. نعم. هبقى لا ما عملتش حشو تجميلي، فلازم ابقى جامع بين الاثنين، احنا بنعالج السنين وفي نفس الوقت لازم تبقى شكلها حلو ومناسب عشان ضحكه في الاخر تبقى مميزه. نعم يا دكتور. طيب في نوع تركيبه معين هو المسؤول عن نجاحها، ولا التركيبات كلها متاحه معانا وده بيبقى من قبل اختيار المريض؟ انا ما ينفعش مثلا اعمل تركيبه ثابته زي الزراعه لحد ما عندوش عظم يستحمل ده. نعم. فساعتها هتبقى فاشله،
فتبقى مش ناجحه. فطبعا لازم على حسب الحاله بنحدد احنا هنعمل تركيبه يا اما ثابته يا متحركه، ايه انواع الثابت، ايه المناسب لكل حاله. نعم يا دكتور. طيب انا بقى مهنتي كمذيعه علمتني ان انا اكون مرنه يعني. طبعا ممكن اكون انا مع الضيف مع حضرتك والخطه كلها تتغير، مش زي ما كنت انا متفقه وزي ما انا مقرره، كذلك في طبيب الاسنان. هل حضرتك مؤيده لمدرسه المنظمه اللي بيبقى بخطه علاج من الالف الى الياء بدون تغيير، ولا ممكن مثلا يحصل تغيير من قبل المريض او من قبل حضرتك اثناء العلاج؟ في ساعات حاجات بتحصل غصب عننا بنبقى مضطرين ان احنا نغير تغير بسيط في خطه العلاج، بس الافضل طبعا ان احنا بنبقى متفقين على في اول جلسه اللي هي بتبقى جلسه التشخيص على ايه التريتمنت بلان بتاعتي، يعني ايه المتاح اللي انا ينفع اعالج بيه مشكلتي. فده غالبا بيبقى فيه اكتر من حل والمريض هو بيختار، ففي الافضل ان احنا بنلتزم باللي احنا متفقين عليه. بس نعم. لو في حاجه خارجه عن ارادتنا، حاجه حصلت، سنه اتكسرت، اضطرينا ان احنا نعمل تعديل، او مش تغيير بقى يعني تعديل في خطه العلاج، موضوع بسيط، بس ان احنا نغير ونبقى مذبذبين لا طبعا الموضوع بيبقى مش حلو جدا يعني. في الاخر المريض اللي بيضطر سوري يعني بيحتاج يعني يعيد من الاول وجديد. نعم. طيب احنا عايزين نصائح سريعه كده عشان فاضل لنا دقيقه بالظبط من الوقت، ازاي يا دكتور ان احنا نحافظ على اسناننا، او نصائح انت بتوجهيها للمشاهد ان هو بعد كده ما يحصلوش اي مشكله في اسنانه؟ نغسل سناننا من مرتين لثلاثه في اليوم، نستخدم مضمضه مرتين في اليوم بعد غسيل الاسنان بنص ساعه. نعم. نستخدم الدنتال فلوس اللي هو خيط الاسنان بعد كل اكله. نزور الطبيب كل 6 شهور، نعمل جلسه تنظيف جير هتفرق جدا معانا يعني. نعم. وفي صحه اللثه والكلام ده. ما نستناش على وجعنا، يعني انا حسيت بوجع دلوقتي اروح اعالجه، ما اعالجه في الاول احسن ما اعالجه بعد ما يحصل لي مشكله كبيره. دايما التسوس البسيط افضل بكتير في علاجه من التسوس الجامد او الخراج او ان انا افقد سنتي. نعم. بس فاحنا بنشكر حضرتك جدا يا دكتور ونورتينا وشرفتينا. وعايزين نقول للمشاهد ان احنا بنذكركم كانت ارقام دكتوره فاطمه ظاهره امامكم على الشاشه طوال الحلقه، وارجوكم الجو لطبيب الاسنان في حاله ظهور اي الم، حتى لو الم بسيط ارجعوا لطبيب الاسنان هيساعدكم جدا وهيحل معاكم المشكله وهيوضع لكم خطه بعد كده هتريحكم من الام او مشاكل او سهر او تعب او الم بعد كده انت في غنى عنه وانت ممكن تكون لسه في سن صغير. لان فبنشكركم جدا النهارده، وباذن الله تعالى نلتقي في حلقات قادمه ان شاء الله. وكنت معكم امنيه سعد في برنامج ابتسامتك حياه. الى اللقاء.